قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة والضغط على جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من دروس ومراجعات بإذن الله تعالى. دعاء ما قبل المذاكرة. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين. اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إزاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، وسلمكم الله وجميع أسركم من كل مكروه ووباء وبلاء. معدا النهاردة إن شاء الله مع حل الامتحان الخامس شامل على الوحدة من 9 لـ 12 كتاب جيم للمراجعة النهائية والامتحانات ترم تاني. يلا افتحوا معايا الكتاب صفحة 59 تحديدا ونبدأ حل الامتحان. وكما تعودنا نسمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. Choose the correct answer from A, B, C or D. نقرأ الجملة كما اعتدنا كويس جدا مع فهم المعنى، بعد كده نعمل قاعدة الاستبعاد، نستبعد لحد ما نصل للإجابة الصحيحة. Number one, the editor. Editor اللي هو مين يا حبيبي؟ معناها رئيس التحرير أو المحرر. Told the reporter. أخبر الصحفي. To not his article, avoiding mistakes. انه يعدل المقال بتاعه ويتجنب الاخطاء. كنا عارفين طبعا كلمة avoid verb بمعنى يتجنب. تمام يا شطار، حلو قوي. وفي كلمة يعدل حبيبي لو مستر، كلمة يعدل هي كلمة modify. برافو عليكم. اللي الاسم منها modification يعني تعديل، واللي الصفة منها modified بمعنى معدل. وصلت الشطار، وكنا واخدين صفة اسمها genetically modified يعني معدل وراثيا. امال يا مستر باقي الافعال؟ identify بمعنى يتعرف على او يحدد. justify يعلل او يبرر. الناس اللي عايزة تحفظ كلمات اكتر وسكتش، يلا الملاحظات كما اعتدنا يا حبايبي. solidify بمعنى يتصلب، جاية من كلمة solid بمعنى صلب. تمام. number two, enemy soldiers. يعني ايه enemy soldiers؟ اللي هم جنود العدو. تمام، حلو قوي قوي. don't the city and cause the great destruction. خد بالك، هاجموا المدينة وسببوا دمارا عظيما او كبيرا. كنا عارفين cause بمعنى يسبب، حلو قوي قوي، او سبب. طيب يهاجم لها كلمة attacked. برافو عليكم. attacked بمعنى هاجمة، و attack كمان noun او اسم بمعنى هجوم. امال attracted، attract بمعنى يكذب بس بالجيم. يكذب زي ما نقول يجب علينا ان نجذب السياح لبلدنا، attract. attached وخدناها طبعا، attached بمعنى يربط. تمام يا شطار، او يرفق. كلمة attended بمعنى، او الفعل attend بمعنى يحضر. وصلت يا شطار؟ زي ما اقول ايه، محمد ما حضرش الدرس النهاردة، يبقى استخدم كلمة attend. طيب number three, using نقط. هي اصل using كان ايه يا شطار؟ كان اصلها when we use، وده بنسميه اسم فاعل. خلاص حبايبي، يعني ممكن ابدأ الجملة verb ing، وممكن الverb ing يحل محل رابط زي when كده يا شطار. تمام، وفعل وفعل يعني محل جملة كاملة. يبقى using ايه؟ issues بمعنى قضايا. layers بمعنى طبقات. tissues بمعنى انسجة. leather بمعنى جلد مصنع او غير طبيعي. maiden بتقروا كلمة دي ايه شطار؟ معمل بتقروها ازاي؟ عشان ناس كتير هنا في قناة الحمد لله بيهتم بالنطق، دي حاجة كويسة جدا. طبعا كلمة معمل تنطق laboratory. طيب هنا بقى جامع بنقول ايه؟ laboratories. laboratories حلوة او او. يبقى made in laboratories is one of the most modern methods. مش modern، في حاجة اسمها modern of the most modern methods. methods بمعنى ايه؟ طرق. تمام شطار. of medicine تمام، يبقى على بعضها استخدام الانسجة المصنوعة. كان اصل made دي ايه؟ which are made. كان في which ضمير وصل وبعديه مجهول اللي هو are made، are التصريف الثالث. حذفنا which are يعني ضمير الوصل و verb to be، تبقى التصريف الثالث. وشرحت النقطة دي بالتفصيل في سلسلة حلقات او احدى حلقات تركات
مكبسولات انجليش الناس اللي ما بتتابعهاش تتابعها، هتفيدها افاده كبيره جدا يا حبايبي، انصحكم بيها. يبقى يوزنج تيشوز، استخدام الانسجه، ميد ان لابوراتوريز المصنعه، قلنا ميد دي كان اصلها ويتش ار ميد، تمام يا شطار؟ طالما ويتش ار مش موجوده بناخد التصريف الثالث. ان لابوراتوريز از وان اوف ذا موست مودرن ميثودز، هي احدى احدث الطرق اوف ميديسين بتاعت الطب، تمام. كلمه ميثودز بمعنى طرق. طيب يا باشا نمبر 4، ذا داست ان ذا اير، يعني التراب اللي موجود في الهواء. ركزوا معايا يا حبايب قلبي كلكم، كله ركز معايا. تمام، التراب اللي موجود في الهواء كوزد ذا ليتل بويز، خلى العيال الصغيرين، زي بقول خلى كده باللغه العاميه، تسبب في ان لو لغه عربيه بقى تسبب في ان العيال الصغيرين تو نقط، خلاهم يرمشوا. يبقى هناخد مين؟ طبعا بلينك، برافو عليكم. يومد او يومد مع، يومد مع الضوء ويرمش مع الانسان، حلو قوي. طيب مال بلايند، لا ده بلايند بمعنى اعمى او كفيف. كلمه بلانك دي خدناها قبل كده بمعنى ايه؟ مين شاطر يفكرني؟ والله اعطاها لكم قبل كده الناس اللي معايا من الاول. كلمه بلانك يعني يا شطار؟ كلمه بلانك يا حبايب قلبي بمعنى فراغ او على بياض، فراغ او على بياض. عرفنا كده الكلمه، اقول لك انا عايزك ايه، امضي لي الشيك ده على بياض او الكمبياله دي على بياض. فكلمه بلانك بمعنى فراغ او على بياض زي ما احنا بنقول باللغه العاميه. طب امال كلمه ويك بمعنى يوقظ كفعل، تمام، او يستيقظ. يلا بينا نمبر 5، كار مانيوفاكتشرز، يعني يا شطار يعني مصنعي السيارات، هاف بين اكيوزد اوف، اتهموا بي، جمله مبنيه لايه؟ للمجهول في زمن المضارع التام، تم اتهامهم ب ذا ماركت، السوق، ويز تشيب كارز، ان هم غرقوا السوق، غمروا السوق زي ما احنا بنقول كده شطار بالعربيات الرخيصه، حلو قوي قوي. هناخد مين؟ احنا هناخد فلادنج، برافو عليكم. معني كلمه فلاد بمعنى ايه؟ بمعنى فيضان او سيل، وفعل بمعنى يغمر، تمام يا شطار، او يغرق زي ما احنا يغرق السوق بيه في اللغه العاميه. فهناخد كلمه فلادنج ده كفعل. امال كلمه كونكر، كلمه كونكر يا جماعه، كونكر يا جماعه بمعنى يغزو او ينتصر او يفتح بلدا او يقهر. كلمه امتي بمعنى يفرغ، برافو عليكم، او يجعله فارغا، تمام كفعل. وامتي برضو بمعنى فارغ كصفه، سويب بمعنى يكنس، تمام. يبقى الاجابه الصحيحه فلاد هنا بمعنى يغرق السوق بيه او يغمر او يملا السوق بيه. نمبر 6، ذا بور دوج، يعني الكلب المسكين، ما فيش كلب فقير، خلاص شطار كده. نستخدم بور بمعنى فقير لو بنقصد الفقر، ومسكين لو حد صعبان عليا. ذا بور دوج لوجد لايك ات، تمام، looked like it had been, it was very weak. بدا وكانه سيموت من الجوع، ده كان ضعيف جدا جدا. طبعا يموت جوعا اللي هي كلمه starve، تمام. طب الاسم منها ايه يا حبايبي؟ اللي هي المجاعه، برافو عليكم سامح حبايبي، قولوا مستر starvation، ممتازين. اللي هي بتساوي كلمه كمان برضو بمعنى مجاعه، الناس اللي حفظت كلمات تراجم، famine، f a m i n e، famine، f a m i n e، طب بتساوي كلمة starvation. ولازم نحفظ طبعا الكلمة ومرادفها لو نقدر، والكلمة وعكسها بتفيدني جدا جدا في النظام الجديد، واحنا اتفقنا احنا شرحنا على النظام الجديد، فما نسيبش ولا كبيرة ولا صغيرة. فيد طبعا التصريف الثاني والثالث من فيد، يطعم او يغذي، برش يعني فرشة سنان او يغسل اسنانه بالفرشاة، كلمة طبعا كيور بمعنى يعالج. Number 7. The doctor me to get as much rest as possible. الدكتور نصحني نحصل على قدر كبير من الراحة قدر الإمكان. كلمة as possible بمعنى قدر الإمكان. يبقى warned حذرة ولا offered عرضة ولا advised نصحة ولا agreed وافقها. طبعا الإجابة advised me to، ودي جملة غير مباشر، جملة أمرية، فاعل ثم advised أو told أو ordered بمعنى أمر أو demanded، كل ده صح. أو asked بمعنى برضو هنا إيه، طلب مني. to get بنربط بتو الفعل في المصدر في حالة الإثبات، ونط تو المصدر في حالة النفي. أفضل طبعا فعل يناسب معنى الجملة هنا advised بمعنى نصح. يلا نروح للجملة رقم 8، بس قبل ما نروح لها تصلوا لي كده على سيدنا النبي، قولوا صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ولسه ما عملش إعجاب يلا يضغط إعجاب دلوقتي، ولسه جديد في القناة يشترك ونشير ريت الفيديو حباب قلبي. وقبل ده كله دعوة منكم بظهر الغيب عندي بالدنيا واللي فيها، وفقكم الله جميعا إلى ما تحبوا إلى ما يحبوا ويرضاه.
وناس كتير بتقول مثلا انت هتكمل معانا تالتة، والله يا حبايبي ربنا يسهل ان شاء الله. لقيت الناس في تفاعل وفي دعم للقناة انا مكمل معاكم، لكن لو لقيت ان مجهودي وتعبي يعني لم يقدره احد فملهاش لازمة، يعني هتركز في شغل العادي وملهاش لازمة ان انا اضيع وقتي. فلو لقيت دعم ولقيت الناس بتساند معايا ولقيت فعلا في دعم والناس اعتبرت القناة قناتها مش مجرد ان بخش استفيد وامشي، ساعتها ان شاء الله انا مكمل معاكم في تالتة، مش هخليك تاخد درس اصلا كمان ان شاء الله، يبقى درسكم معايا باذن الله. 8 I went to the doctor yesterday evening because I not ill for nearly a week. I went to the doctor yesterday evening. انا رحت للدكتورز، خد بالك حته مهمه جدا 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 يا شطار. انا لقيت هنا الدكتورز في apostrophe s، ما اسمهاش apostrophe على فكره، انت صح، apostrophe. apostrophe s دي معناها العياده مش معناها الدكتور، يبقى ما احط apostrophe s للاسم، لاسم الوظيفه، يبقى جبت المكان. حتى لو جات لي في الامتحان دكتورز وعايز ضمير وصل اخد وير، ما اخدش هو. وصلت يا شطار؟ يبقى الوظيفه زائد apostrophe s تحولها المكان، فبالتالي تاخد وير مع ضمائر الوصل. خد بالك من الحته دي وهشرحها بالتفصيل ان شاء الله في حلقه باذن الله تعالى، الحلقه القادمه من كبسولات وتريكات انجليش للناس اللي متابعه معايا السلسله القيمه جدا دي. I went to the doctors yesterday، رحت عياده الدكتور بالامس او مساء الامس. evening because I ill for nearly a week، لاني بشعر بالتعب لتقريبا اسبوع. طيب انت عندك فور ومده زمنيه، يبقى انت محتاج لزمن مين، وعندك في بدايه الجمله مين، وينت ماضي، يبقى تنهيها بماضي تام مستمر، فناخد طبعا مين، هاد بين فيلينج. حد يقول لي مثلا ليه ما خدناش هاد بين فيلينج، لان احد التعليقات قال لي حاجه زي كده. اقول لك يا حبيبي الجمله ماضي، ماضي بسيط، يبقى انت محتاج ماضي تام مستمر. انت عارف هنا لو في جو يعني لقينا مضارع كنا خدنا مضارع تام مستمر، فبدايه الجمله ماضي بسيط يبقى اخرها ماضي تام او ماضي تام مستمر لو في فور ومده زمنيه، لكن لو بدايتها مضارع بسيط يبقى اخرها مضارع تام او مضارع تام مستمر لو في برضه فور ومده زمنيه، ما نلخبطش. طيب قول علينا طبعا الماضي تام مستمر، ولكن بقى مش حته علينا ومش علينا. تمام، احنا كل حاجه هتقابلنا هنحلها ان شاء الله. ناس كتير طلبت مني احل كتاب المعاصر او امتحاناته، ان شاء الله يا رب الاقي وقت بس احاول احل لكم. حاضر، ما فيش اي مشكله عندي، بس انا مكمل ان شاء الله حتى الامتحانات النهائيه اللي موجوده، يعني ده بعد الامتحان ان شاء الله الخامس في امتحانات نهائيه على المنهج ككل، ملغي ومش ملغي، انا هحل ده كله. ما فيش حاجه عندنا اسمها في اللغه وملغي ومش ملغي. على فكره انا شارح لحد الوحده ال15 كامله، فاضل لي درس جرامر واحد اللي هو اسم الفاعل واسم المفعول، ده ما ياخدش مني 5 دقايق، هشرحه من خلال الامتحانات، يبقى انا خدت المنهج كامل. مفيش حاجه اسمها منهج دلوقتي في اللغه، حضرتك اللي قدامك بتحله. تمام، ده مبدئي خلاص. تمام، لو كنت عايز تتفوق في ثالثه ان شاء الله، لان نظام حديث في ثالثه السنه الجايه مش نظام قديم. نادر از جوين اون هوليداي، نادر رايح اجازه، طالع اجازه او طالع رحله. ذيس تايم تومورو، الله انت لقيت ذيس تايم تومورو او ذيس تايم تومورو يعني في مثل هذا الوقت غدا، يبقى حددت استمراريه الحدث في المستقبل، يبقى مستقبل مستمر، يبقى هناخد ويل بي فيرب اي ان جي، ودي الاجابه الصحيحه. شفت ذيس تايم تومورو، ذيس تايم نيكست ويك، وهكذا. حددت زمن حدوث الفعل في المستقبل بكلمه تدل على تحديد زي between and from to this time in 2 years time، الحاجات دي كلها دلالة على زمن المستقبل المستمر. وصلت يا حبايبي، will be verb ing. ما لقيتش طبعا will be verb ing، كنت هتلاقي may be verb ing بس في حالة الشك او عدم التأكد يا حبايبي. number 10 he asked me if not that his sister had been ill. الله، اسكت فعل الكل ايه؟ فعل الكل ماضي. تمام، والجمله لا تعبر عن حقيقه، ومفيش كلمه زي جاست وناو او جاست ناو او امومنت اجو او اشورت تايم اجو، يبقى ساعتها تختار ماضي برضو، تختار زمن ماضي. يلا بينا نستبعد، هنستبعد الحاضر في البدايه. عندي هنا مين يا حبايبي؟ اي هاف نون، تطير اتكل على الله، لان فعل الكول ماضي. تمام يا شطار. طيب وهنطير كمان مين؟ هنطير ديد اي نو، لان لازم ترتيب الجمله بعد الرابط الواقف هنا يا شطار، بمعنى لو او اذا، يكون خبري يعني فاعل وفعل، لازم بعد الرابط الاقي فاعل وفعل يعني ترتيب خبري. طب احنا عندنا هنا ترتيب استفهام اللي هو ديد اي، يبقى طير. تمام، طيب فاضل عندي مين؟ اي نيو وي اي وود نو، صح ولا انا غلطان؟ ايوه مستر. طب احنا هناخد مين يا شطار؟ هي اسكت مي اف اي نيو ذات هيز سيستر هاد بين ال، هناخد فاعل وتصريف ثاني اللي هو ماضي بسيط. ليه ما خدناش اي وود نو مع انها ماضي برضو؟ لان ما فيش دلاله ان الكلام حصل
تمام. في المستقبل كان اصل ويل والفعل في المصدر، فنحولها وضو المصدر في غير المباشر. اصل الجمله كان ايه؟ هقول لحضرتك اهو، هي اسكيد مي، وكان اصل الجمله اللي هو المباشر، ونفتح قوس دو يو نو ذات، كان اصلها دو يو نو ذات، حذفنا دو. حلو قوي قوي. دو او داز، احنا عارفين دي قاعده، لو لقينا دو او داز في المباشر يحذفان في غير المباشر، ونحول الفعل للتصريف الثاني اللي هو الماضي البسيط. فهمت يا حبيب قلبي؟ تمام. لكن لو كنا هناخد ودنه كنا لقينا في اخر الجمله ذا فولوينج ويك، فاهمين يا شطار؟ ذا نيكست مانث، يعني هلاقي ذا فولوينج او ذا نيكست او افتر، لكن ما فيش الكلام ده، يبقى هناخد على طول فاعل والتصريف الثاني للفعل، لان اصل الجمله كان دو يو نو، حذفنا دو وحولنا الفعل نو للتصريف الثاني بعد الفاعل. بشرح كل حاجه بالتفصيل وبجيب لك اصلها وساسها وراسها، وفي ناس لحد دلوقتي بتبخل برضو بدعمنا يا جماعه، يعني بيبخلوا علينا يدعموا القناه ومش عارف والله، يعني مش عارف. يلا بينا نمبر 11. She insisted that. طبعا زي ما بقول ان في ناس كتير ما بتدعمش القناة يا جماعة وبتخش تستفيد وتمشي، وحتى الاعجاب بتبخل بيه، وفي اتنين عندنا على القناة معرفش مين بالظبط، سبحان الله. وما اكيد يعني انا كل الحمد لله معظم فيديوهاتي بفضل الله عز وجل اللي تلاقي معظمها ما فيش ديسلايك، تمام يا شطار؟ في اتنين بقى يعني حتى الفيديوهات اللي عليها ديسلايك تلاقي واحد او اتنين هم اللي بيعملوا ديسلايك، هم الاتنين دول الحمد لله يعني ما فيش غيرهم، تمام؟ وطبعا انا مش زعلان منهم عادي، المهم ان انت تقول ايه الراي بتاعك بحريه، بس اعمل لايك ديسلايك، المهم تتفاعل شير اشتغل. بحب الناس الايجابيه مش الناس السلبيه، لان الايجابي هينجح في حياته. طيب 11. She insisted that we not get up early in the morning. حلو الجمله دي، حلوه قوي قوي. لقينا علينا عندنا فعل ثم insisted، يعني insist بمعنى يصر، تمام يا شطار؟ زي suggest بالظبط، يعني suggest بمعنى يقترح، زي recommend بيrecommend بمعنى يوصي بيه او يرشح. وبعد كده ذات وفاعل، فتختار ساعتها مين؟ تختار ساعتها اما مصدر واما شدو الفعل. فين في المصدر؟ في مين موجود فيهم هنا؟ شدو الفعل في المصدر. القاعده دي قلتها حتى المحاضره السابقه في الامتحان الرابع، حضرتك لقيت suggest او recommend او insist وبعديهم ذات ثم فاعل او فاعل، لقيت بعديهم فاعل، خد على طول يا حبيب قلبي اما مصدر، ما لقيتش يبقى شدو الفعل فين؟ في المصدر. وصلت؟ دي قاعده احفظها، فاعل insist او recommend او suggest ذات فاعل مصدر، بختار مصدر لو موجود، ما لقيتش المصدر هلاقي شد وبعديه الفعل في المصدر بدون اي اضافات، ودي مهمة جدا. 12. I not for a long time. For a long time يعني الفترة طويلة، حلوة قوي. When it suddenly begin to rain، عندما فجأة بدأت في المطر، فمعنى كده اني وقفت الايه المشي بتاعي لحد ما تبطل مطر. الناس اول ما تشوف اول ما تشوف for a long time هتاخد المفروض هاد بين زائد فيرب ing، خد بالك هنا هادنت مش ماشيه مع المعنى خالص. الجمله ايه؟ انا استمريت في المشي لفتره طويله عندما امطرت فجاه فتوقفت عن المشي. يبقى حتى لو هاد بين فيرب ing ممكن كنت اخدها، طب مش موجوده هنا، يبقى هاخد مين؟ زمن الماضي المستمر was a were زائد فيرب ing. وطبعا فاكرين القاعده بتاعت وين يجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط لتدل ان كان في حدث مستمر عندما قطعه حدث اخر. وين علامه على الماضي المستمر والماضي البسيط اللي هو بيجين هنا، وليست علامه على زمن الماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر هتلاقي معاه فور ومده زمنيه او افعال تحتاج لفتره زمنيه طويله. وصلت يا شطار؟ تمام. يبقى وين موجوده وفعل كان مستمر قطعه حدث اخر اللي هو المطر هنا، يبقى حدث مستمر في الماضي المستمر ثم ماضي بسيط، قاعده كلنا حافظينها. وين يجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط لو كان في حدث مستمر قطعه حدث اخر. وصلت ولا يا شطار؟ طيب يا شطار، يبقى الاجابه هنا طبعا هناخد ووز ووكينج، حتى كمان النفي ما ينفعش معانا هنا في المعنى. يبقى انا كنت ماشي لفتره طويله عندما فجاه الدنيا امطرت فتوقفت عن المشي، جمله حلوه وفيها فكره فخدوا بالكم منها. يلا بينا نمبر 13. at 1 o'clock tomorrow. خلاص حددنا زمن حدوث الفعل فين في المستقبل، برافو. at وساعة وما يدل على مستقبل كلمة tomorrow هنا. I know at lunch with my friends، هكون بتناول الغداء مع اصدقائي. طبعا يبقى محتاج لمستقبل مستمر will be verb ing، بلويت at وساعة وما يدل على مستقبل between between and وما يدل على مستقبل from to وما يدل على مستقبل حضرتك this time او in this time next او tomorrow، برضو اختار will be verb ing زمن المستقبل المستمر. number 14. أمير wanted to know if Thomas Hardy، أمير عايز يعرف لو توماس هاردي ده كاتب او مؤلف للكتب،
تمام. wanted to know ده الفعل هنا مين؟ الفعل هنا فعل القول الماضي. wanted to know بتساوي asked او inquired او wondered. تمام. جملة طبعا استفهامية في غير المباشر. امير عايز يعرف لو توماس هاردي نقط بوكس. الله، لو توماس هاردي ده كان بيكتب كتب، بيألف كتب، حلو قوي قوي. طبعا رايتس هتطير، ده حاجه معروفه لانها مضارع وفعل القول الماضي، يبقى رايتس اتكل على الله. اتفضل عندي وود رايت وهاد ريتن ووز رايتنج. تمام، هناخد مين؟ طبعا احنا هناخد هاد ريتن. ليه يا مستر ما خدناش ووز رايتنج؟ عايز اعرف لو توماس هاردي كان بيالف كتب او كان بيكتب كتب. اقول لحضرتك ليه احنا خدنا هاد والتصريف الثالث، لان اصل الجمله كانت ايه؟ امير ها wanted to know، ها ركز معايا بقى، او wanted to know كده وخلاص، ونفتح قوس اجيب لك اصل الجمله اهو. did توماس هاردي كان اصل الجمله، did توماس هاردي write books، هل توماس هاردي الراجل اللي مات ده او المؤلف ده ها كتب كتب او الف كتب؟ تمام يا شطار، حلو قوي قوي. اصل الجمله كان ايه؟ كان اصله did. معايا؟ did. طب اما الاقي did في السؤال، في السؤال المباشر، تحول في السؤال غير مباشر لمين؟ تحول لماضي تام لهاد، بنحذف did ونحول زمن الجمله لهاد والتصريف الثالث للفعل. فعشان كده هناخد هاد والتصريف الثالث. وصلت يا حبايبي ولا اقول كمان مره؟ تمام وصلت يا مستر. اما تحتار بين زمانين في الماضي موجودين عندك ومش لاقي كلمه داله على زمن، حضرتك ترجع الجمله لاصلها هتجيب الاجابه الصح. يلا بينا نكمل مع بعض ونروح للجمله رقم 15. The first train to Alexandria يعني أول قطار لإسكندرية at 7:30 every morning. طبعا مواعيد القطارات والطائرات، فاكرين الكلام ده شباب ولا نسيتوه؟ لا فاكرينه يا مستر. مواعيد القطارات والطائرات والبرامج والمباريات والمسلسلات والحاجات دي كلها، يعني جداول المواعيد بناخد معاها زمن ايه؟ برافو عليكم، سامعكم شطار، ممتازين حبايبي حبايبي حبايبي. تمام، هناخد مضارع بسيط فعل اخره اس، يبقى the first train to Alexandria leaves at، وكمل الجمله. يبقى جدول المواعيد، مواعيد القطارات والطائرات والبرامج والمباريات وجداول الامتحانات والدروس الى اخره، تمام، دايما بناخد معاها زمن المضارع البسيط. طيب نمبر 16، بي كوايت، اهدى يا ابني. ذا بيبي الولد ربما يكون نايم، ربما يكون نايم in the next room. الموضوع سهل وبسيط. اولا ما فيش زمن اسمه would be sleeping، ولا زمن اسمه ought be sleeping، ولا زمن اسمه should be sleeping. امال ايه الزمن اللي خدناه؟ طبعا may be sleeping، تمام، اللي اصله will be verb ing، احنا قلنا المستقبل المستمر، اما will be verb ing واما may be verb ing. بنستخدم may be verb ing للتعبير ان انا مش متاكد شويه. يبقى اهدى، ربما يكون الرضيع او الطفل الرضيع البيبي يكون نايم في غرفته. مين شكل الزمن الصحيح في دول؟ طبعا may be verb ing اللي بيساوي will be verb ing، زمن المستقبل المستمر. ادي اجابات القطعه كما تعودنا شطار. القطعه بتتكلم عن الضوء، تمام تمام يا شطار. تعالوا بقى ناخد الاختيار على طول، اجابه الاختياري بيقول لي number 17 the thing that helps us understand what we see is the، يعني الشيء اللي بيساعدنا نفهم احنا شفنا ايه، اللي بفهمنا احنا شايفين ايه قدامنا. مين؟ طبعا الناس اللي قرت وعملت الواجب، لان طبعا حضراتكم بخلص الامتحان بقول لكم اللي بعديه واجب، فالناس هتستفيد معايا. وي سي از طبعا برين، برين اللي هو مين؟ المخ. يبقى حضرتك شفت حاجه قدامك، عينيك شافت الحاجه، تمام يا شطار، بتبعت رسائل للمخ، المخ هو بقى اللي بيعرفك انت شايف ايه قدامك، وصلت؟ بيفسر الحاجه. يلا بينا. طبعا مش اللايت الضوء، ولا الريفليكشن الانعكاس، ولا الاي العين، اللي بيعرفك انت شايف ايه وفاهمك انت شايف ايه قدامك بعد ما العين شافته هو المخ. طيب نمبر 18، هاو داز لايت ترافل، كيف يسافر او ينتقل الضوء؟ يا ترى ان بلاك ويفز في موجات سوداء، ولا ان سترينج ويفز في موجات غريبه، ولا ان ستريت ويفز في موجات مستقيمه، ولا ان ريفليكتد ويفز في موجات منعكسه؟ طبعا اللي ارى القطعه بشويش كده يا باشا هلاقي الاجابه بالنص ان مين يا شطار؟ ان ستريت ويفز. يبقى الاجابه الصح هتبقى مين؟ ان ستريت ويفز، يعني في موجات مستقيمه، تمام. لكن طبعا لو اصطدم بيعاكس سطح عاكس بينعكس، تمام. We can see نقط when the light waves hit a surface like a mirror. الله، احنا بنشوف مين؟ عندما الضوء او موجات الضوء بتصطدم في سطح زي المراية بنشوف نفسنا. طبعا ما هنشوف مين؟ دي موجودة بالنص برضه، خلاص. يبقى لو تمام حضرتك الضوء اللي خارج من عينيك اصطدم، صح كده شطار، او اللي طالع من المراية
جالي عينيك وبعدين اصطدم تاني في المراية ورجع لك، حلوة قوي، بتشوف مين؟ بتشوف نفسك، يبقى اور سيلفز. خلاص شطار، تمام. نمبر 20 دي موجودة برضو بالنص في القطعة، the ability to refract or bend. refract او bend بمعنى يا حبايبي ينكسر. the ability to refract or bend، يلتوي او ينكسر او ينحني. تمام. light allows us، الضوء بيسمح لنا، to magnify or make things larger. magnify يعني ايه شطار؟ نكبر او نخلي الاشياء اكبر، او ولا see ourselves through glasses، ولا نشوف نفسنا من خلال الايه، النظارة، ولا to see mountains in water، ولا نشوف الجبال فين؟ في المية، ولا see things in dark، ولا نشوف الاشياء في الظلام. طبعا نشوف الاشياء في الظلام دي مستبعدة، انا قلت قاعدة الاستبعاد لازم تكون موجودة معك، ده حتى من غير ما اقرأ القطعة في حد بيشوف حاجة في الظلمة؟ تمام يا شطار، من غير ضوء لا طبعا ما ينفعش. الاجابه الصح وهتلاقيها في اخر باراجراف في القطعه، اللي هو magnify or make things larger، يعني نكبر، نكبر او نجعل الاشياء اكبر. تمام. يبقى الخاصيه بتاعت مين يا شطار؟ ها، الريفراكت اور بيند لايت، اللي هي انكسار الضوء او انحناء الضوء او ميل الضوء، بتخلينا نكبر او نجعل الاشياء اكبر. خلصنا كده من مين؟ من القطعة. طبعا باقي الاسئلة دولت حضرتك بتلاقي اجاباتهم نصا في القطعة، وطبعا اي سؤال فيه why do you think ولا حاجة، اي اجابة منطقية بتاخد الدرجة. المشكلة في القطعة هو سؤال اختياري. يلا بينا عشان كده بحله مع حضرتك. translate into Arabic، يلا حبيب قلبي كده نترجم من English لArabic. terrorism is one of the threats which hinder the wheel of making progress. الله، ان الارهاب، يلا امسك قلمك كده يلا وترجم معايا، ان الارهاب هو واحد من التهديدات. يبقى كلمه تيريزم، كنا عارفين تيريزم اللي هو مين؟ الارهاب. وهنزل لكم ان شاء الله حلقات فيها كلمات ترجمه الشهيره بتيجي كتير في الامتحانات مع النطق الصح ليها باذن الله. تمام. تيريزم از وان اوف ذا ثريتس، هو واحد من التهديدات، which hinder، خدنا الفيرب هندر يعيق، والتي تعيق، ذا ويل اوف ميكينج بروجرس، عجله، كلمه ويل يعني عجله، عجله صناعه التقدم او عجله التقدم. يبقى على بعضها، ان الارهاب هو واحد من التهديدات التي تعيق عجله التقدم. هنس، هنس بمعنى ايه؟ هنس بمعنى ولذلك. ولذلك we must fight it by all means، يجب ان نحاربه بشتى الطرق. by all means يعني بشتى الطرق. تمام. يبقى على بعضها، ان الارهاب هو واحد من التهديدات التي تعيق عجله التقدم. يبقى the wheel of making progress او the wheel of progress معناها عجله التقدم. hence ولذلك، hence هي consequently، هي so بمعنى لذلك، هي thus برضو بمعنى لذلك. we must fight it by all means، يجب ان نحاربه بشتى الطرق. تمام. translate into English، يلا بينا. تزخر مصر بالعديد من المعالم السياحية التي يستمتع السياح برؤيتها من كل أنحاء العالم، لذا يجب استخدامها لوضع مصر في مكانتها السياحية التي تليق بها. يلا بينا كده نحلها مع بعض بإذن الرحمن. تمام. الأول هدول مصر، يعني تزخر دي، أقول لك حبيبي تزخر يعني تمتلئ بي، يعني مصر مليانة بي، أو مصر تملك. يبقى في بعض الأفعال في اللغة العربية هسهلها وترجمها عربي الأول وبعد كده ترجمها إنجليزي، ما فيش أي مشكلة خالص، بس المهم ترتيب الجملة يكون صحيح. وبنصح الناس كلها زي ما بقول في كل سؤال أو حل سؤال ترجمة، ارجع لي قائمة، دوس على الصورة بتاعتي هتلاقي قوائم القناة، هتلاقي فيها قائمة اسمها سكيلز، يا ريت حضرتك لو أسبوعيا تسمعها وتكررها، يعني يا ريت كل أسبوع مرة ولا مرتين تكررها، هتستفيد جدا، هتبقى ممتاز جدا في سؤال الترجمة أو كتابة المقال. تمام. يلا بينا بشوات. يبقى هنبدأ بالفعل ونقول ايه بقى؟ ايجيبت. تمام. تمام. ايجيبت نخليها باللون الاحمر احسن. ماشي يا شطار، حاضر. نعنية طلباتكو اوامر عشان الناس ايه تشوف معي. اهو بسم الله. ايجيبت، ربنا يحميها يا رب. ايجيبت. ها، اما نقول هاز يعني تملك، وإما نقول is full of، is full of، صح ولا شطار؟ تمام التمام. وممكن أقول abounds in، abounds in، كل ده صح. تمام. abounds in أكتبها لكم برضو، يعني تزخر بي، abounds in. تمام. راحت فين؟ نرجع تاني، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب من الأول تاني، معلش يا شباب أنا آسف. يبقى Egypt
تمام، راجع معايا الناس اللي حلت. ايجيبت، اما نقول هاز، واما نقول از فول اوف، واما نقول اباندنس. يعني يا جماعه اباوندز، اباوندز ان بمعنى تسخر اهي، اباوندز ان اللي ريحك فيهم. تمام يا باشا، ايه بقى؟ بتسخر بالعديد من ايه؟ كمل. من المعالم السياحيه ليمين، معالم سياحيه ليمين، ميني تورست اتراكشنز. يلا بينا، يبقى نقول ميني، ميني تورست، ننزل تحت بقى، ميني تورست اتراكشنز. عارفين طبعا كلمه اتراكشنز يعني يا حبايبي. تمام، برافو عليكم. اتراكشنز، اتراكشنز معناها اماكن جذب سياحي. يبقى ان ميني تورست اتراكشنز، كمل معايا، ذات تورستز انجوي، او ويتش، والاثنين صح، والتي يستمتع بها السياح. يبقى ذات تورستز اللي هم السياح، انجوي، جوي بمعنى يستمتع بيه، زي الفل. لازم ترتيب الجمله يكون فاعل وفعل. طيب انجوي ايه؟ انجوي بيجي بعدها فيرب اي ان جي، انجوي سيينج، التي يستمتع السياح برؤيتها. فروم اول اوفر ذا وورلد، من جميع انحاء العالم. فروم اوفر ذا، فروم اوفر ذا وورلد، تمام زي الفل. فروم اول اوفر ذا وورلد، كمل. سو it should be used، so نحط بقى كومة كده، so it should be used، يجب ان تستخدم. نكمل تحت، تمام. to place Egypt، to لكي تضع مصر، place بمعنى مكان او يضع في مكان، to place Egypt لوضع، لوضع مصر، to place Egypt in its tourist position، in its، its صفة ملكية من غير العاقل، من غير apostrophe، in its tourist position. معلش بتبقى طويلة شوية، ده موضوع تعبير ده ولا يا مستر؟ بس لازم نستحمل. هنعمل ايه؟ النظام الجديد عايز كده. tourist position، tourist position، تمام. that it deserve it، والتي تستحقها. that it، it بتعود على مصر. الفعل دي deserve، كلنا عارفين الفعل ايه يا حبايبي؟ deserve بمعنى ايه؟ يستحق. وطبعا هنحط اس ايه؟ المفرد. ادي الترجمه، ترجمتها لحضرتك كامله. يبقى على بعضها Egypt has او is full of او abounds in many tourist، many tourist attraction that tourists enjoy seeing from all over the world، so it should be used to place Egypt in its tourist position that it deserves. اهم الكلمات حضراتكم معايا كده، كلها كلمات سهله. يعني كلمه مثلا attractions، الاول كلمه abounds in دي بمعنى يسخر، تمام، بتساوي is full of او has لديها. عندنا كلمه attractions او tourist attractions يعني ايه؟ المعالم السياحيه. enjoy seeing كل ده سهل، مفيش مشكله فيه. place هنا بمعنى ايه؟ بمعنى يضع في مكان، غير ان معناها مكان، تمام. واخر حاجه الفعل deserve بمعنى يستحق، احفظه لي. دي اهم الكلمات، ممكن لتكون صعبه يعني، صعبه على ما اعتقد، تمام. كان فعل deserve في ناس، بس بعض الناس ما تعرفوش، deserve بمعنى يستحق، لكن الباقي سهل جدا. الى هنا يكون انتهينا من حل الامتحان الخامس والاخير من كتاب جيم للمراجعه النهائيه، تحديدا الامتحانات الخاصه بالوحدات من 9 ل 12، يعتبر منهجك اللي حددوه، هي فاضل ال 13 بس. وطبعا انا شارح ال 13 كامله، بحل اسئلتها كامله بالامتحان اللي عليها، ما سبتش فيها حاجه في شرح الوحدات بالتفصيل. ان شاء الله باذن الله تعالى الفيديوهات القادمه هنبدا نحل بقى الامتحانات باذن الله تعالى النهائيه، لباقي الامتحانات بقى اللي هي مفتوحه على المنهج كله او من خارج المنهج، هبدا احل وهبدا اطعم بقى، احاول اجيب امتحان من جيم، يعني مكملين في جيم عادي خالص. الامتحان اللي بعد كده هيبقى عليك واجب ان شاء الله، تمام. وباذن الله تعالى نحل كمان امتحان المعاصر، نعمل تنوع كده، هو ده بارت 3، هيبقى علينا فيه ان شاء الله الفاينل تيستز، الامتحانات النهائيه. هيبقى عليكم واجب الامتحان الاول يا باشا، تحلهولي ان شاء الله باذن الرحمن، تمام يا باشا.
حله لي واجب باذن الله تعالى، والناس بتوع المعاصر برضه هحل لهم باذن الله، او كلنا نستفيد مفيش مشكله من الكتابين، هنحل برضه امتحانات شامله من كتاب المعاصر باذن الله تعالى. يا ريت يا حبايبي كما عودتكم في نهايه كل فيديو ان حضراتكم تدعمونا، يعني اللي لسه شايف القناه لاول مره يدعمنا بالاشتراك، الاعجاب يا ريت ما ننساش الاعجاب، عبر عن رايك بحريه، مش عاجبك الفيديو اعمل ديسلايك مفيش اي مشكله عندي، بس تبقى انسان ايجابي مش تاخد وتجري، تمام. التعليق بحيي كل الناس اللي بتدعم القناه بتاعتهم، مش بتاعت انا لوحدي، دي قناتكم يا شطار، واستمراريتها انتوا ان شاء الله اللي هتحددوا انا مستمر في ثالثه ولا مش مستمر مع حضراتكم، انتوا اللي هتحددوا. نشير على اوسع نطاق عشان غيرنا يستفيد، وناخد ان شاء الله اجر الدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.